يلا جهز لحالك ورجينا يا ابو حديد، بدي اياك زلمه وقد حالك. شو في طاشه؟ لا بدنا نطلع على الباص. امسكوا ايدين بعض وركض اسرع ما عندكم، مو مع صحباتي. بعرف تاخرت، مش عارفه اطلع على الباص من الزحمه ولسه بستنى. يا الله يا الله، اللهم لا نسالك رد القضاء ولكن نسالك اللطف فيه. يا جماعه خلوني اطلع، صار لي ساعه بستنى. وين الاولاد؟ وبعدين بيرضيكم هذا الوضع؟ إخواني وأخواتي الركاب، للحفاظ على سلامتكم نرجو منكم اتباع التعليمات التالية، ودائماً نتمنى لكم رحلة طيبة وتوصلوا بالسلامة. أولاً كلنا بدنا نستنى الباص بالمواقف المخصصة إله والمعروفة، ونخلي الشوفير يوقف براحته، وزي ما تعودنا بدنا نحافظ على التباعد الجسدي وكلنا نلتزم بلبس الكمامة. ثانياً لما يوصل الباص نعمل طابور مرتب وبنطلع على الباص بعد ما يوقف تماماً، نطلع بهدوء بدون زحمة، وأكيد بنحافظ على التباعد الجسدي. وزي ما هي أخلاقنا وعاداتنا الحلوة، أكيد الأولوية لكبارنا لأنه كبارنا بركتنا، والعائلات اللي معهم أطفال وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى الله يشفيهم. ثالثاً بعد ما نطلع على الباص نترك المقاعد الأمامية والقريبة من الأبواب للكبار وذوي الاحتياجات الخاصة والعائلات اللي معهم أطفال. كمان رح نحافظ على التباعد الجسدي والجلوس راكب واحد بس على المقعد الفردي وحتى المزدوج، وبنستمر بلبس الكمامة طول الرحلة. رابعاً التدخين ممنوع قطعياً جوا الباص وتحت طائلة المسؤولية القانونية. التزامكم بالتعليمات بيوفر لكم رحلة آمنة ومريحة، توصلوا بالسلامة إن شاء الله.